السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وسرور. مقطعنا اليوم غريب جدا ومختلف أيضا. طبعا عندنا هذا المحاكي الخفيف والبسيط، راح نسوي فيه شيء غريب. طبعا هذا المحاكي يشتغل على نظام أندرويد كالعادة، نحب نجرب. أول شيء راح نسوي اللي هو تشغيل مرحلة أعلى شيء مثل ما واضح في الفيديو، وبعدين راح نفعل نظام CPU اللي هو قوة المعالج. ايش راح نسوي؟ كالعادة المنتشرة في اليوتيوب حاليا. طبعا راح اجرب لعبة بوبي موبايل على هذا المحاكي الصغير بمروحة بالنظام خفيف بسيط لطيف. شفت اشتغل على نظام الاندرويد وقلت بجرب على البوكي موبايل. طبعا لا يخلى جهاز من تجربة بوكي موبايل، طبعا اخر اصدار عاد اعذروني مش اصدار. ثواني بس اضرب عليه ستاند، وانا ما عندي ستاند، عندي هذا الكرتون البسيط وهو اعلان وفي نفس الوقت تجربة. طبعا يقول لك اضبط حسابك، ما بنضبط شيء، اريد اجرب اللعبة. قول بسم الله. طبعا جمع شوية طالعين يعطوني بوتات، جايكم البوت الكبير. إذا تريدون استمر في هذه السلسلة ادعموني بلايك واشتراك وكتبوا لي في التعليق استمر. إن شاء الله مستمرين بهذه السلسلة إن شاء الله إذا حصلت فيها تفاعل. راح انزل بشكل عشوائي. راح ندور بوتات نجلدهم جلد اذا ما جلدونا نحن. كالعادة اعذروني لا يوجد معي ستاند، كالكرتون البي سي وخليت ستاند. الحياة تجارب لا تتوقف عن صناعة المحتوى. ايش رايكم احس اجرب هذه الازرار بشوف. اوه بس هذا الانالوج شغال بعد بطيء بطيء وايد. يلا 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 هذا لما يكون ايمت من سوق الجمعة. عاش مليون رصص، عاش من سوق الجمعة.
تضرب اخويا. ما لحقنا عليه. يلا ما علينا. فاصل اخوانا فاصل فاصل. ما احب اطول في الجيم لان الجيم ياخذ نص ساعه ربع ساعه. الفيديو بيكون طويل وممل لانه ماشي جل وكله بوتات حضرهم بوت وتنتهي اللعبه بوت. ما علي اذا تريدون نستمر بالسلسله لا تنسوا اللايك والاشتراك وتكتبوا لي في التعليق استمر. في امان الله.